وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. بهذا الفيديو راح نتعرف كيفية دمج مجموعة ملفات وورد بملف واحد. مثلا انا عندي بحث، وهذا البحث مقسم على مجموعة من الملفات، وحبيت اجمع كل هذه الملفات بملف واحد حتى يكون هو البحث الرئيسي. طبعا العملية سهلة جدا، هنالك امر ببرنامج وورد ممكن يسهل علينا هذه العملية. طبعا هذه عندي الملفات اللي هي المقدمة، الفصل الأول، الفصل الثاني والثالث، والخاتمة ونتائج البحث. راح أجمعهم بملف واحد. طبعا لابد أنه أنشئ ملف وورد جديد من نيو، ومن ثم مستند مايكروسوفت وورد، وأسميه مثلا البحث، ومن ثم انتر. راح أفتح هذا الملف الجديد اللي أنشأته. طبعا لا أنسى أنه أغير اتجاهه للعربي، ضروري جدا. ومن قائمة إدراج أذهب إلى هذا الأمر اللي هو كائن، وأختار نص من ملف. طبعا بعد ما أختار هذا الأمر راح تظهر لي نافذة، أذهب إلى الملف اللي بالملفات المقسمة، وأختار أول ملف اللي هو المقدمة، ومن ثم إدراج. ألاحظ أن المقدمة راح يتم إدراجها بهذه الطريقة. طبعا ما ممكن أنه أضيف فصل جديد بمنتصف الورقة أو بورقة غير جديدة، أفضل أنه أضيف ورقة جديدة من خلال أضغط على Ctrl ومفتاح Enter معا حتى يضيف لي صفحة جديدة مثل ما نلاحظ بهذه الطريقة. أيضا أروح على إدراج، ومن ثم كائن، وأختار نص من ملف. راح أجي أحدد الفصل الأول وأضغط على المفتاح Ctrl، ومن ثم الفصل الثاني أبقى ضاغط على المفتاح Ctrl وأحدد الفصل الثالث، ومن ثم الخاتمة. إذا لاحظ تسلسل الملفات راح يكون هنا بهذا الشكل. طبعا راح أجي أحدد الفصل الأول بهذه الطريقة Ctrl Enter، وأحدد الفصل الثاني بنفس الطريقة، راح أحدد الفصل الثالث، ومن ثم راح أجي أحدد الخاتمة. إذا لاحظ أنه تم إضافة الفصول المجمعة بالفصل الثالث والفصل الثاني، الفصل الأول، وإذا أرجع إلى البداية راح ألاحظ المقدمة. كل الأقسام والفروع اللي كانت مقسمة تم جمعها بملف واحد، بإمكان أنه أحفظها. طبعا هذا الملف يحتوي على كل الملفات اللي مقسمة واللي مفصولة بملفات منفردة.